طبعا مرحبا بكل وفية الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم. فقرات منوعة كتسناكم فيها مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات. واليوم بما أنه يوم أربعاء فإحنا غادي نجاوبوا على مجموعة من التساؤلات اللي عندها علاقة بالموضة مع خبيرة الموضة مصممة الأزياء خديجة الحجوجي. فاليوم إن شاء الله غادي نجاوبوا على أسئلة كانت من عند خديجة من أكادير، أم آدم من فاس، مريم من سيدي قاسم، ملكة من مدينة الدار البيضاء، وكذلك غزلان من الريصاني. فكنتمنى ان شاء الله كل هاد المستمعات اللي طرحوا الاسئله ديالهم اليوم يكونوا في الاستماع باش يسمعوا الاجابات عليها مع خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي، واللي رجعت لنا من بعد غياب طبعا لظروف صحيه. فالحمد لله الحاله ديالها تحسنات، واليوم ان شاء الله غتسمعوا صوت على الهواء مباشره وغتجاوب على كل تساؤلاتكم من خلال فقره بريكولاج. اليوم غادي ندرجوا مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات كنتوصلوا بها يوميا من عند كل الاوفياء من خلال صفحه برنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. بعد ذلك التواصل غادي يكون معكم حتى انتم على شلة فيدونا بأفكاركم وباقتراحاتكم. ومرحبا بكل أسئلتكم، أرقامنا هي 05 22 46 72 50 51 أو 52. يمكن لكم تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080 إلا كتبتوا في أول SMS كلمة ماد، خليتوا فراغ صغير وبعتوا بسؤالكم أو بالفكرة والاقتراح اللي عندكم للرقم 5080. فخبيرة الموضة مصممة الأزياء خديجة الحجوجي اللي رجعت لنا من بعد غياب، فقط بغينا نقولوا لها هذا إهداء خاص من كل الطاقم، والحمد لله على سلامتك خديجة، إهداء خاص لك. اهلا وسهلا مره اخرى بكل الاوفياء في حلقه جديده اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، واليوم مع خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي. تعذر عليها اليوم انها تكون معنا في الاستوديو ولكن هي معنا على الهواء مباشره. اهلا وسهلا بك لاله خديجه، كيف الحال؟ اهلا وسهلا عفاف، واهلا بالمستمعين والمستمعات، وكنقول لهم عواش مباركه مسعوده بالصحه والسلامه، وراني توحشتهم بزاف، وهذا الغياب ديالي ان شاء الله غادي يكون في صالح الاسئله والاجوبه اللي غادي نعطي ان شاء الله بإذن الله من هنا الفوق، ويسامحوا لي بزاف على هذا الغياب. نعم، والحمد لله غير على سلامتك لاله خديجه. الحمد لله الظروف الصحيه مرات ازمه ومرات بسلام، لانه كانوا بزاف ديال الاوفياء ديال البرنامج كيسولوا كيف بقيتي واش حسنت الحاله الصحيه ديالك. فالحمد لله في امان الله دابا. الحمد لله، سلمي لي على الجميع. لاله خديجه غادي نمشيو في اولى الاسئله. غادي نبداو باول سؤال كان من عند خديجه من مدينه اكادير اللي سولات، قالت عندها جلابه مليفه خدمات معها قميص بالساتان في التحت. المشكل اللي وقع لانه ديك اللبسه صيبتها بالشهوه وهاد الامور كامله، واختارت الموديل اللي غيصيب ليها الخياط، دارتها مخدومه بالصفيفه والعقد حتى لتحت. المشكل كان في الطول، فالخياط قالت ما خداش ليها القياس او العبار اللي اتفقوا عليه، وانما جات جلابه مع القميص ديالها قصار يعني فوق الكعبه. فكتسولك دابا اشنو الحل الا بغات تلبس هاد الجلابه او لا صافي ضاعت فيها؟ نعم ماشي مشكل، غادي دير لها واحد السراول ديال لاموسلين في اللون ديال الجلابه والقميص، وغادي تخدموا بواحد الدريس ولا بشي حويجه من التحت صافي، وتلبسوا وغادي تسترها، ومن بعد غادي يجي مشيك مع الجلابه. واخا اذا الحل هو سروال اللي غادي تخدم لهاد اللبسه الجلابه مع القميص، واخا يكون في نفس اللون كيف ما قلتي. نفس اللون لاله خديجه، اللون وتخدم اما بنفس الخدمه ديال الجلابه ولا شي دريس ولا شي حاجه باش ما يبانش هكاك مخدوم بالماكينه. نعم، نمشيو هاد المره سؤال اخر من عند ام ادم من فاس اللي كتسولك لاله خديجه، ديجا توب ديال المبره في الحمر بغات ديرها لبسه، فاشنو دير في التوب التحتاني؟ اذا المبره في الحمر اشنو دير في التوب التحتاني؟ بالنسبه للتوب ديال المبره في الحمر غادي تاخذ واحد القفطان ديال لامي دو سوا ولا غي، وغادي تخدم القفطان باللون ديال داك لو دغ لامي ولا دغ دو سوا بداك اللون الذهبي. القفطان تا هو غيتخدم واحد جوج زويوقات في الجناب، جوج زويوقات في الظهر، ودير لهم البيغلاج واحد الحزام يكون كيشبه لهذوك الزويوقات اللي دارت، فهنا غادي تطلع لها لبسه هائله ان شاء الله. واخا مريم من سيدي قاسم كتسول توب ديال الصاري اورونج فيه الصقلي بالاصفر، اشنو دير في التوب التحتانيه؟ فكرت على انها دير شي توب اللي يكون في الخضر بارد باش يتواسم مع داك لورونج، فكتسولك واش هذا الاختيار في محله او لا؟ لا انا كنقترح العمل الافضل دير اللون في اللون، لان الصاري بعض المرات تيكون منزل في لاموسلين، وديك لاموسلين كتكون كتبين كواكس سوا في لاموسلين اولا في الحرير اولا، فدائما تفادى داك الالوان، لان ما بقاش داك كثرة الالوان نخلط اللون لون مغلوق اولا لون اورانج مع خضر فما كيعطيش، فمن الافضل دير اللون في اللون، يعني صاري اورانج ودير له قفطان في الاورانج. هذه الا بغات هذاك ما بغاتش دير الاورانج دير قفطان
من التحت يكون في اللون ديال لابوند ديال الصاري يعني ذهبي باش ما نجيوش بعاد كل البعد على اللون الاورانج اللي عندنا. اييه نمشيو هاد المره لسؤال اخر كان ديال مليكه اللي كتسولك توب ديال مليفه فيغ او مخدوم بالعقاد اشنو دير في اللون ديال الفولار؟ ودائما كيعرفوني دائما اللون ديال الجلابه خص يكون هو اللون ديال الفولار اولا دير واحد الفولار ديال الحرير الا كانت غدير فولار الحرير دير مثلا الخضر اللون ديال الجلابه مع واحد اللوين اخر ما تفوتش لون او جوج الالوان للجلابه. واخا مليكه كان عندها سؤال ثاني هو تقريبا نفسه لان كتسول هذه المره على جلابه مخدومه بكوغاي اللون في اللون اشنو دير كذلك في اللون ديال الفولار؟ دير يا اما اللون في اللون ديال الفولار يا اما دير فولار يكون فيه واحد لوين اخر باش تبدل. واخا نمشيو لسؤال اخر هذه المره ديال غزلان اللي كتقول ان شاء الله غتكون عروسه عند العرس ديالها مورا شهر رمضان الكريم فكتسولك لاله خديجه يا رب ان شاء الله لكل العريسات فكتسولك هي البشره ديالها بيضاء ولكن قالت الحروف ديالها حرشين وكحلين هي البشره بيضاء ولكن الحروف كحلين فكتسولك بغات جلابه بالقميص وبغات لبسه للحضور هي قالت مباشره من بعد العرس ديالها كاينين مناسبات اعراس اخرين ديال العائله ديالها فغتكون عروسه جديده وغتمشي تحضر فهي بغات شي لبسه للحضور تكون كتواسي عروسه جديده. نعم اولا بالنسبه للجلابه كنقترح عليها دير جلابه ديال الجوهره يا اما في البلونكاسي ما غنخرجوش على الالوان ديال العروسه بلونكاسي ولا بيج ولا ما نقولهاش بيضاء وغادي ديرها بقميصها وديرهم بالراندا لان الراندا هي الصيحه والموضه ديال هاد لا سيزون هادي ديرها بالراندا وتدخل فيها شويه ديال الصقلي هادي جلابه ديال العروسه. اما بالنسبه للبسه بما انها قالت لي الحروف ديالها كحلين وهي بيضاء فكنقترح عليها واحد اللبسه تكون شويه مغلوقه يا اما الاحمر او الموف او البلوغوا فثلاثه الالوان غيتواتاو معاها وغادي تحاول دير فيهم شويه ديال البيرلاج باش لان دابا البيرلاج اصبح عندنا واكد في اللبسات دير شويه البيرلاج وتخدمها بالخدمه ديال المعلم وان شاء الله تطلع لها لبسه هائله بالصحه والراحه والله يكمل عليها بخير. يا رب ان شاء الله غادي يرجعوا لعندك مازال خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي وفي حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي على ميد راديو دائما الاذاعه القريبه منكم ما تنسوش لانه بعد لحظات فقره بريكولاج اليوم فيها مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات من عند فاطمه من الرباط من عند امينه الصالحي كذلك من عند ناجيه من وجده ومن عند شيماء العسري فاليوم ان شاء الله ندرجوا كل افكارهم واقتراحاتهم اللي احنا توصلنا بها من خلال صفحه البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. غادي نبقاو لحظه مع فاصل اعلاني وراجعين مباشره من بعده فخليكم معنا على ميد راديو اكيد الاذاعه القريبه منكم وهذ المره غادي نمشيو لفقره بريكولاج بمجموعه من الافكار ومن الاقتراحات واول اقتراح غادي نبداو به اليوم من عند فاطمه من الرباط كتقول نصيحتي اختي عفاف بالنسبه للناس اللي كيتقداو بزاف دوك القراعي الصغار ديال الزاج اما كناخذوا فيهم الشكلاط او لا بعض الانواع ديال لي صوص بحال مثلا المايونيز او لا موتارد ولا اي حاجه فكتنصحنا على انه دوك القراعي الوقت اللي كنستهلكوا اي حاجه يعني ديك الماده اللي فيهم نحتفظوا بهم كنغسلهم ونخليهم عندنا في الدار. علاش كتنصحنا فاطمه الوقت اللي كنصايبوا مثلا الريب في الدار او لا كنصايبوا الياغورت او لا كنصايبوا حتى داك المشروب ديال الحليب اللي كيكون بنكهه من الاحسن كنديرهم في هذه القراعي ديال الزاج وكيسهل لنا انه نسدوهم وكيبقاو احسن يعني هما البديل البلاستيك الماده اللي اليوم كلشي ولا كيبعد منه وكيهرب عليها فكتنصحنا من الاحسن نديرهم في هذه القراعي ديال الزاج الوقت اللي كنستهلكوا ديك الماده اللي فيهم بحال الشكلاط مثلا او اي نوع ديال الصوص كنغسلوهم وكنخليوهم ولا صايبنا اي نوع ديال العصير مثلا بالحليب اللي كيكون بنكهه او لا مثلا ياغورت او لا حتى بالنسبه للريب اللي صايبناه في الدار كنديرهم دوك القراعي ديال الزاج والاهم على انه الغطاء ديالهم كيكون وكيكون سهل علينا على انه نسدوهم ونبقاو نحتفظوا بهم. غادي نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند امينه الصالحي اللي كتقول بزاف ديال الناس كيكون عندهم مشكل الى الباب كان كيدير شي صوت يعني في السدان وفي الحلان ديال الباب خصوصا في دوك البيزاكرات اللي كيكونوا في الجناب فباش كتنصحنا هي كتقول اول حاجه المشكل كيكون من الصدى داكشي علاش كتنصحنا امينه الصالحي على انه ناخذوا واحد التوب كنغطسوه في الخل الابيض وكندوزوا عليهم باش كنحيدوا داك الصدى ما كيبقاش. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اللي حتى هي كيخصنا نديروها على انه كناخذوا توب اخر وكنفزوه بداك الزيت الخاص بالاله ديال الخياطه بالماكينه ديال الخياطه وكندوزوا عليهم. هذه الطريقه كتخلي على انه الباب ما كيبقاش يدير داك الصوت وكيولي كيتسد وكيتحل بسهوله كبيره. اذا اول حاجه ناخذوا توب كنغطسوه في الخل الابيض وكنمسحوا داك الصدى اللي كيكون. من بعد كناخذوا توب اخر وكنفزقوه بداك الزيت الخاص بالاله ديال الخياطه بالماكينه ديال الخياطه كناخذوا داك الزيت اللي هو معروف يعني كل الناس راه كيعرفوه كيكون متوفر عند الناس اللي كيبيعوا المواد ديال الخياطه بحال الابر مثلا او هاد الامور كامله كنلقاو
داك الزيت كيتباع في قريعات اللي هما صغار، فكناخذوه وكنديروه في شيفون وكنمسحوه. فهذه الطريقه كتخلي عينو داك الصوص ما كيبقاش يجي من الباب، وكيولي الباب كيتسد وكيتحل بسهوله كبيره. غادي نمشيو هذه المره لاقتراح اخر من عند امينه الصالحي دائما، وهي كتقترح علينا اليوم واحد الجل اللي غنصيبوه في الدار صالح الغسل اليدين وصالح حتى الاستحمام. اشنو غادي نحتاجو فيه؟ كتقول غادي نحتاجو الصابونه وحده ديال الحجره اللي كتكون بالرائحه ديال الخزامه، فكاين ماركات كثيره المهم عندنا ديك الصابونه ديال الحجره كيخاص تكون فيها الرائحه ديال الخزامه. غادي نحتاجو 3 لتر ديال الماء مغلي، وغادي نحتاجو الكاس صغير ديال الباندوش على حسب الماركه اللي حنا كنستعملو ولا اللي مفضله عندنا، وكتقول على انه الباندوش كيبقى اختياري فقط بالنسبه للناس اللي كيبغيو الرغوه، خصوصا في الوقت ديال الدوش ديالهم والوقت ديال الاستحمام خاص الرغوه تكون، فكيخصهم يستعملوا واحد الكاس صغير ديال الباندوش اللي هما كيفضلوه. اذا غادي نحتاجوا الصابونه وحده ديال الحجره اللي كتكون بالريحه ديال الخزامه، غادي نحتاجوا 3 لتر ديال الماء طايب ما مغلي، وغادي نحتاجوا الكاس صغير ديال الباندوش اختياري هو كيبقى. بالنسبه للطريقه سهله، كناخذوا ديك الصابونه ديال الحجر بالريحه ديال الخزامه كنحكوها في الحكاكه ديال اليد، من بعد كنخويو عليها دوك 3 لتر ديال الماء وكنتسناو داك الصابون حتى كيذوب في داك الماء. هادشي علاش الماء كيخصو يكون ما مغلي وما طايب مازال فيه الحراره باش كيسهل ان ديك الصابونه كتذوب. ديك الساعه كنضيفوا داك الكاس صغير ديال الباندوش وكنخليوهم مرقدين لمده ديال الليله كامله حتى الصباح، عاد كنخلطوهم مزيان وكنبداو ناخذوا داك الخليط وكنفرقوه ولا كنقسموه في قريعات صغار، وها هو جال عندنا في الدار صالح باش نغسلوا اليدين ديالنا صالح حتى الاستحمام، وكتقول انه اقتصادي وكيدوم لكم مده طويله. فشكرا لك امينه الصالحي على هذا الاقتراح. نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند ناجيه من وجده، فهي عطاتنا الاقتراح الاول كتقول اختي عفاف بالنسبه للسر ديال الكيك الا بغيناه يكون خفيف ويجي تقريبا بحال جينواز، فانا كنصح كل السيدات الوقت اللي حنا كنكونوا كنطربوا المقادير كيخصنا نضيفوا واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء سخون وحنا كنطربوا، ما كنزقوش وما كنتوقفوش من التطراب. وثاني حاجه واخا كنضيفوا دوك زوج بيضات وداك الدقيق الا ما كانش مغربل زوج ديال المرة الكيك ما كيصدقش مزيان وما كيجيش منفوخ وكيجي عالي وكيجي هشيش، داكشي علاش الدقيق كتقول ما فيها باس غربلوه زوج ديال المرات عاد استعملوه في الكيك اللي نتوما كتحضروا. وكتنصحنا كذلك ناجيه من وجده كتقول انا نصيحتي لكل الناس بالنسبه للحامض او حتى بالنسبه للليمون، الا كنا غادي نديروه على شكل عصير وبغيناه يخرج لنا كميات كثيره، فهي كتنصحنا على انه نرقدوه في بانيو ديال الماء معاه على الاقل واحد اطرونس ديال الماء سخون، كنخلوه مرقد على الاقل المده ديال واحد ساعه الا ربع حتى كيبرد داك الماء كتحيد منه الحراره، فديك الحراره كتخلي على انه داك الحامض او لا داك الليمون كيطلق راسه، وبالتالي العصير او الماء اللي كيكون فيه كيعطينا كميه اكثر. اذا كنخليوه مرقد في داك الماء اللي كيكون سخون ما مغلي على الاقل مده ديال ساعه الا ربع، يعني المده اللي غتكفينا باش غتحيد ديك الحراره ديال الماء، ديك الساعه عاد باش كنعصروه والنتيجه على انه الكميه كتكون اكثر. نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند شيماء العسري، كتقول اختي عفاف دابا الصيف ها هو بدا والناس كيتشكاو بزاف من الناموس وخصوصا من البعوض او لا شنيولا، كتقول كاين الناس اللي الليل ديالهم كله كيخسروا ما كينعسوش مزيان لانه شنيولا الصوت ديالها زائد داك القريص اللي كيكون خصوصا الناس اللي عندهم مشكل ديال الحساسيه وكتولي ديك الحكه. باش كتنصحنا شيماء كتقول ما فيها باس على الاقل واحد ساعتين قبل الوقت او الموعد ديال النوم ديالنا، ما فيها باس انه كناخذوا مثلا ديك الحديده اللي معروفه كنحطوا عليها الطاجين فوق البوطه باش الطاجين ما كيتحرقش، كناخذوا ديك الحديده كنشعلوا عليها العافيه البوطه تكون او العافيه تكون مهيله بزاف، وكناخذوا واحد القبيطه ديال الشيح كنديروها فوق ديك الحديده ديال الطاجين وكنخليوها على عافيه مهيله حتى كتطلق الريحه ديال الشيح في الدار كامله. فكتقول هذه الطريقه كتخلي على انه شنيولا ما كتضرش في الدار ديالكم نهائيا لانها ما كتبغيش ديك الرائحه ديال الشيح، بحال كتبخروا الدار بالرائحه ديال الشيح. كتقول الناس اللي ما عندهمش ديك الحديده ديال الطاجين ممكن ياخذوا واحد المجمر صغير ونفس الطريقه بحال غيبخروا الدار بديك الرائحه ديال الشيح باش شنيولا ما كتبقاش تضر عندهم نهائيا. شكرا لك شيماء العسري، عطاتنا اقتراح اخر كذلك كتقول اختي عفيف انا سمعتك في الحلقه ديال البارح كتكلمي على داك الاقتراح اللي عطيتي بالنسبه للسر ديال الدجاج الا بغيناه يكون لذيذ، فماشي كنتسناو حتى كنبغيو نطيبوه، وانما السر كيبدا من الغسيل ديال الدجاج. وكنا عطينا البارح كانت مستمعه اللي تقسمات معنا واحد الاقتراح على انه داك الماء اللي غترقد فيه الدجاج كتضيف فيه واحد الملعقه كبيره ديال الهريسه وكتخلي الدجاج مرقد على الاقل واحد المده ديال ساعه، عاد ديك الساعه كتحيدو كتبدا كتفركو بدوك الطريفات ديال الحامض مع الملح بطبيعه الحال، حتى السكين جبير طري الا كان محكوك علاش لا كنستعملوه. اليوم شيماء العسري ضافت اشياء اخرى كتقول جربوا تستعملوا حتى لبزار حبوب تحكوا به الدجاج، شويه ديال الزعتر مع وريقات ديال سيدنا موسى، حتى هما في الغسيل ديال الدجاج كيخليو على انه المذاق كيضمن لكم المذاق في الطياب غادي يكون الد. اذا بالاضافه لذاك الحامض مع الملحه مع السكين جبير طري محكوك كتنصحنا شيماء العسري على انه نستعملوا كذلك لبزار حبوب ويكون مخلط، يكون لبزار الكحل ولبزار الابيض، نستعملوا كذلك الزعتر مع اوراق سيدنا موسى كنفركوا بهم الدجاج في الغسيل وكنخليوه كيتسقطر قبل ما كنوجدوا
الفرموله ديالو. فشكرا لك شيماء العسري، شكرا لجهه من وجده، شكرا الامين الصالحي، وكذلك الفاطمه من الرباط اللي تقاسموا معنا اليوم افكارهم واقتراحاتهم. حنا لقاءنا مازال متواصل معكم، غادي نبقاو اللحظه مع ثاني اختيارات غنائيه نسمعوا ليها وراجعين، فخليكم معنا. لقاءنا مازال مستمر متواصل مع كل اوفياء في برنامجكم سيداتي سادتي اليوم مع خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي. فمرحبا بكل اسئلتكم على 05 22 46 72 50 51 او 52 والرقم 5080. ما عليكم الا تكتبوا في اول اس ام اس او الرساله اللي غادي تبعثوا بها كلمه ماد، كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. فاحنا قبل ما غادي ناخذ اول مكالمه لاله خديجه، معنا اس ام اس من عند فاطمه من الريصاني كتسولك، كتقول لك لاله خديجه بالنسبه للموديلات اللي كنا شفنا ديال القفطان اللي كانت من التصميم ديالك، هي كتسولك على القفطان اللي كان في الدخله الاولى، على القفطان الاول، فكتسولك شنو هما الثوب اللي هما مخدومين، كتقولي انا بغيت نفس الموديل نخدم عليه ولكن ما عرفتش شنو هو الثوب. نعم نجاوبها. بالنسبه لهذاك الثوب اللي شافت فهو كان ثوب بروشي، فكان هو خالي من التطريزات ومن التنبات. وخدمت عليه كامل يعني باليد، عمرته كامل بالتنبيتات وبالتطريز وبالسيفة، يعني تسيفة ما كانتش مشرية فكانت مبتكرة. فهذا كامل كان واحد العمل بالنسبة لي اللي كان شوية فيه واحد الإبداع، وخرجت على العادي. فهاد الكوليكسيون قررت أنني نخدمها كلها يدوية دو أ أ زد، وخا ماشي كلها يعني 100%، ولكن واحد نقوله واحد 99 أو 98% فكانت كلها يدوية. نعم لاله خديجة، بزاف ديال الناس بقى عندهم تساؤل لأنه الكوليكسيون ديالك كانت كلها بلون أخضر. نعم. في الدرجات ديالو، هذاك يعني على أنه الأخضر صيحة في هذا الموسم؟ انا بالنسبه لي اللون الاخضر كيعني لي بزاف ديال الاشياء. كيف كتعرفي في السنه الماضيه كنت دوزت واحد تقريبا واحد السنه ديال العياء، كنت عيانه ومريضه. فكنت لما كنحل عيني على الاشجار وعلى الغازون وعلى، فكنت كنرتاح وكنت كنمشي يعني في ذاك اللون، فبقى ذاك اللون مرسخ في الدماغ ديالي. وفي الوقت اللي كنت بغيت ندير الكوليكسيون فما لقيتش احسن من هذاك اللون اللي كنرتاح ليه، واللي كما قلت فواحد اللي جواب انه لون السلم والسلام ولون الحريه. وهاد الالوان، هاد اللون انا كنعرفوا انه مطلوب عند جميع النساء، وان في كتدوري في دارك كتلقاي شي حاجه خضراء، كتخرجي للجرده كتخرجي للزنقه كتلقاي لي ديسباس، كتلقاي بزاف ديال الحاجات خضرين. فهذاك اللون تطبع ليا في الدهن ديالي، وقلت انني ندير به واحد لا كوليكسيون، علاش لا. نعم، ولما كنتكلموا على عروسه فاللون الاخضر كيكون حاضر بطبيعه الحال، الا ما كانش في الليله ديال البرزه كيكون في الحنه. نعم نعم لاله خديجه، غادي نمشيو هاد المره الاس ام اس مع عند رجاء من الرشيديه، كتسولك شنو الثوب اللي دارج، بغيت كتقول شي ثوب اللي يكون مرتاح لانه كتعرفوا الجو عندنا في الرشيديه كيف كيكون، فقالت بغات منك شي اقتراح للثوب اللي كيشرب العرق واللي يخليها مرتاحه، وكتسولك على الفصاله اللي غدير هي البشره ديالها بيضاء والسن ديالها مازال صغير 23 سنه. بالنسبه للفه او الجلابه؟ بالنسبه للجلابه صيفيه. بالنسبه للجلابه، فبالنسبه للجلابه كاين لولان، كاين الفيسكوز، كاين الكريب دو شين. ايوه، فهي هاد الاثواب كلها مزيانه في هاد الفصل هذا، انها كتشرب العرق. وكاين الجيم، غير هي حاجه وحده بالنسبه للولا والجيم ما تلبسهمش الا ما كانش بخراتهم او عطاتهم تعطيهم غير البريسينغ، هو كيدوز ديك الحديده ديال لافابور، وعاد كلا تفصلوا باش الوقت اللي تلبسوا ما يكونش مشكل، بلا تعرقات فيه ولا شي حاجه ما غاديش يخسر. نعم، بالنسبه للجلابه الصيفيه الفصاله لاله خديجه باش كيف كتنصحي انها تكون؟ دائما يا اما كاين كل واحد على حسب الشكل اللي كيواتيه، كاين اللي كيواتيه بالخريطات، كاين اللي كيواتيه ايفازي على حسب شكل السيده او الانسه، الا كانت طويله ولا غادي نديروا لها الايفازي، كانت شويه قصيره راه غادي نديرو ايفازي ليجي، الا كانت مثلا المراه بدينه وغليظه وهذا غنديرو لها الخراط يعني. وبغيت غير نذكر واحد المساله، باننا رجعنا كنديرو الخراط في الجلابه ورجعنا للفصاله المخزنيه بالكمطايح ورجعنا، فالناس ما يتخوفوش يقول لك لا داك الفصاله راه داز عليها الوقت، ديك الفصاله ما عمرها ما كتسالي، واخا غادي تجي واحد الفصاله مودرن اللي غتعوضها فغادي تكون غير واحد الصيحه ومن بعد غتمشي، ولكن دائما الحاجه القديمه كنحنوا لها وكنرجعوا لها. وفعلا كان هذا هو السؤال ديال الام ايمن لاله خديجه، كتسولك انه عندها واحد لبسه يعني الخياطه ولا الفصاله مخزانيه وفيها الفتح كبار في الجناب، فهي كتسولك اشنو التحسينات اللي تقدر تدخل عليها باش تحيدها من البلاكار وتقدر تستغلها وتلبسها. شو الا كانت هذه اللبسه مزيانه وما فيها حتى شي حاجه فتقدر تلبسها وتمشي بها للحفله،
بوجه احمر، ما كاين حتى شي مشكل، ما تزيد عليها لا شي لا لا غتوش ولا والو، تلبسها هكاك وتمشي بها، لاننا رجعنا كنلبسوا داك اللباس القدام. نعم، والفتحي في الجناب رجعوا دابا داير جينا لخديجه. الجناب والفصاله المخزنيه، ولا الا كان عندها واحد المشكل في الكمام يمكن لها دير غتوش في الكمام فقط، اما بالنسبه للبسه فرجعنا كنلبسوها، هذا ما يكونش عند الناس تخوفنا، رجعنا كنلبسوا القديم دابا ماشي مشكل. نمشيو هاد المره الاس ام اس اخر من عند فتحي كتسولك على خديجه بالنسبه للثوب ديال المليفه رقيقه ولكن بلوغوا، كتسولك واش تجيها قفطان ولا تجيها جلابه باش تنصحيها. اللي بغاتها بالنسبه للمليفه رقيقه كنلعبوا بها كيف ما بغينا، اما نديروها جلابه ولا قفطان ولا كيف ما بغينا، فهي لا طومبي ديالها مزيانه وخفيفه وما كتثقلش وما كتعرقش، فهي ممتازه ديرها كيف ما بغات، بغاتها جلابه بغاتها قفطان. نعم، كذلك معنا هذه المره نمشيو لاول مكالمه باش نتواصل مع المستمعين الكرام وناخذوا لمياء على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك لمياء. وي صباح الخير. اهلا وسهلا بك، نهارك مبروك لمياء. الله يبارك فيك، تحيه ليك وتحيه للمبدعه خديجه، وكنقول على سلامتك وتوحشناك. انا توحشتكم. بارك الله فيك. انا عندي عفاك واحد السؤال. عندي واحد صاغي فغي صاغي، يعني جبته من الهند بالموف، ولكن البروبليم اللي فيه هو ماشي بروبليم، العقيق عنده كبير وفيه بحال روتوش بالخضر، يعني العقيق ماشي موف. انا ما عرفتش كيفاش غادي نخيط، واحد عام اول مره كيجي عندي هذا الثوب وما عرفتش شنو الثوب اللي كيتخيط من تحت منه كيفاش خصو يكون، شنو هو النوع ديال الثوب اللي تخيط من تحت الصاري. وبالنسبه للعقيق اللي فيه واش دوغي ارجونتي بيض، كيفاش داير لون العقيق اللي هو فيه؟ لون العقيق موف حتى هو، وغير فيه فهمتي كيغفلي خضر. هو صافي. وعندي وبغيت نسولها على القطيب، عندي واحد الجيم واش يجي قطيب ولا لا، واش القطيب كيدي موضه ولا لا. واخا نجاوبوا على الاسئله ديالك. شكرا لك لمياء، تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. اذا اول سؤال لخديجه بالنسبه لمياء، سولت على ثوب ديال الصاري، قالت هي جابته معها من الهند، يعني كتقول انه حر بالنسبه ليها، داك العقيق اللي هو كبير واللون ديالو موف ولكن كيعطي واحد الغفله اللي هو خضر، فكتسول على الثوب التحتاني اللي غدير مع هذا الصاري والخياطه باش غتخدم اللبسه. الصاري غادي نديرو معاه القفطان ديالو كريب دو سوا في نفس اللون ديال الصاري، ماشي في اللون ديال لابوند، لان ديك لابوند كنخليوها ابار وكنلعبوا على الثوب اللي منزل فيه الصاري، فغتاخذ الموف ديال اللون ديال الصاري. وبالنسبه للخدمه الا كان بسق الابيض غتخدمو بسق الابيض، غير واحد الضفيره رقيقه وعقيدات، والا كان بلون اخر ولكن داك الغفله ديال الخضر ما تردش بالها معاه، لان داك الغفله ما يمكنناش نتبازاو عليه في الخدمه، فمره كيبان لينا مره ما كيبانش لينا، فنتفاداو داك الغفله ونخدمو على الاساس اللي هو لو تيسيو اللي طايح فيه الصاري واللون ديالو، نديرو قفطان في نفس اللون. نعم، السؤال الثاني ديال لمياء كسولات على توب ديال الجيم غتخدمو بالقطيب، فكتسولك واش هو دائما كيبقى دارج على الموضه؟ حاضر، القطيب ما عمره ما كيدي موضه ودائما كاين وموجود، فتخيطوا بالصحه والراحه ما عندهاش مشكل. واخا نمشيو هذه المره لمكالمه اخرى وفيردوس على الخط معنا من اكادير. اهلا بك فيردوس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله فيردوس. كبيرة أستاذة خديجة على بيت عليك. مرحبا لله، الله يبارك فيك، شكرا. الله يبارك فيك لله، شكرا. عفاك لخديجة، أنا إن شاء الله إن شاء الله مرار رمضان غادي ندير العقد ديالي. الله يكمل بخير. بارك الله فيك. غير وكان دابا حسابي قال لي يعني قال لي بغا يجيب لي الشلابة مفصلة. نعم نعم فردوس، الصوت ديالك ما واضحش مزيانة فردوس. قلت لك قال لي بغا يجيب لي جلابة مفصلة. أييه. جلابه مفصله. اييه مفصله ياكي، وانا ما عرفتش شي اللون والثوب اللي غادي ناخذ واش المفصله غادي ندير فيها. اييه انا ودابا هو منفاس، انا بغيت نكتشف ديك الخصوصيه ديال الصناعه التقليديه في المنفاس. اييه ناخذ حاجه اللي يعني هكا تكون مزيانه. يعني واخا، اذا دابا كتسولي على الثوبه فردوس، على اللون وعلى الفصاله. اييه واخا، وانا عمري 23 عام. اييه وهذا يعني الوزن ديالي عمره شويه من الفوق، من الفوق عمره شويه من الفوق، اوسط من الوزن ديالي 1.62 متر. واخا نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله. شكرا لك فردوس، ربي يكمل بالخير، شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه اكادير. اذا هنا لالا خديجه شنو غتكون النصيحه ديالك لفردوس؟ بالنسبه لفردوس الجلابه اللي كنقترح انا دير مليفه رقيقه في البلون كاسي اولا في البيج. واخا بالنسبه للفصاله راه فصاله عاديه غادي ديرها ايفازي، لان باش تفادى شويه انها قالت لي شويه عامره. ايه
وبالثوب اما كيف ما قلت لك يا اما بالفرقه او لا جوهره، لان هادو هما الاثواب اللي كيتبازر عليهم العرايسات اكثريه. والالوان انا قلت الثوب بيج او لا بلون كاسي. واخا هي قالت فردوس بغات تستغل ديك الصناعه التقليديه اللي كاينه في فاس، ربما لان العريس ديالها كينتمي لفاس، فهي قالت بغات تستغل. نعم زواقه بلديه بالكوزه والدولار والدبانه نص طوق اللون اللون في الحرير في اللون ديال الجلابه، وهنا غادي تكون دارت الخاطر لراجلها ودارت الخاطر لراسها. واخا نمشيو لاله خديجه هذه المره لمكالمه اخرى، ورشيده على الخط معنا. اهلا بك رشيده. رشيده مرحبا بك. اهلا وسلام، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا رشيده. بس الحمد لله الاخت اللي معاك لاباس عليها؟ الحمد لله لاله خديجه معنا. الله يزيد فرحتها يا رب. شكرا لك رشيده. نسوق على واحد الثوب عندي سيركوا اييه في الموزونه. واخا موزونه بحال الصفر، بغيت نعرف القفطه اللي يمكن لي يجي معاه. واش من ثوب هذا رشيده؟ هذاك الموزونه علاش منزله؟ اش من ثوب رهيف؟ واحد ثوب رهيف ما عرف. ثوب رهيف تشيل. ايوا واخا. وشفاف كيبين ولا لا؟ تشيل. لا كيبين. كيبين اذا غيكون تشيل غالبا. واخا دابا كتسولي على الثوب اللي غيكون لتحتاني. غيكون لتحتاني اييه. واخا رشيده قالت لي توخكوا اييه. وعندها والموزونه اش من لونه رشيده؟ صفرا في الصفر. واخا شكرا لك رشيده توصلت معايا. الاخر الله يخليك. نعم. عندي واحد اللبسه ديال بنتي. اييه. باقا صغيره هي 20 عام. بروكار وعندها الدفينه ديال الشبكه. وما بقاتش بغاتها وبغات تبدل ليها الموديل، واش ممكن؟ واخا. وعطيني الخدمه باش مخدومه لاله رشيده هاد اللبسه. بالصقلي. مخدومه بالصقلي سفيفه. سفيفه الصقلي. اييه. واخا ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك. شكرا لك رشيده تواصلتي معنا. اذا السؤال الاول لاله خديجه كتسول على ذاك الثوب اللي عندها هو يعني تركواز وفيه الموزونه بالصفر، فكتسول على الثوب التحتاني اللي غادي يكون. الثوب التحتاني غادي تاخذ كريب دو سوا في التركواز وغادي ديرو من التحت. واخا. وغادي تخدم انا ذاك التيل اللي منبت راه مخدوم، يعني ما يمكنلاش غادي تزيد فيه الزواق ولا تزيد فيه شي حاجه وحده اخرى، غادي تحطو بنص دزايري اولا بعقيدات فلتحت، وغادي دير القفيط اللي غادي يكون من تحت هو مخدوم بنفس الطريقه وصافي. السؤال الثاني ديال رشيده سولات على لبسه ديال بنيتها ديالها في العمر ديالها 20 عام. كانت عندها لبسه مخدومه البروكار مع الشبكه الصقلي يعني هابط في السفيفه، فكتسولك دابا هي قالت ما بقاتش عاجباها، اشنو تقدر تضيف عليها لاله خديجه؟ شنو تبدل فيها؟ اللبسه ديال البروكار غادي نحيدوا لها هذيك الشبكه التحتانيه اللي ما بقاتش بغات هاد البنت، وغادي نحلوا القفطان، غنحلوا ليه ذاك العقد كاملين اللي كاينين غنخليوه محلول. اييه. وغادي ناخذ واحد الثوب كيف ما قلت كريب دو سوا ولا شي ساتان ولا شي حاجه غنديروه من التحت، وغادي نخدموه قفطان، ونقدروا نزيدوا عليه شي زويبقه ولا شي حاجه ونتحزموا ونخليو القفطان الفوقاني محلول. منها غادي نبدلوا الشكل، منها غادي يجيها شويه رومي لان قالت لي عندها 20 عام. 20 عام. وكيف ما كتشوفوا تبارك الله البنات تيكونوا صغار تيلبسوا شي لباس اللي شويه كبار في السن او مخدومين بواحد الطريقه تقليديه قديمه بزاف او لا، فهنا كيبداو كيبغيوش يلبسوا لينا هذاك الشيء وكيبداو يبانوا بحال كتقول لك انا جيت بحال امي لاله بحال، فغنتفاداو هاد المساله هذه وغادي نحلوا القفطان ونتحزموا عليه، ولكن القفطان الثاني اللي غنديروا يكون فيه واحد الخديمه صغيره باش يوالي منها مع البروكار. واخا نمشيو لمكالمه اخرى هذه المره. وسلمى على الخط معنا من اكادير. مرحبا بسلمى. ربي يخليك اخت عفاف. تحيه لاله خديجه وراكي منوره. الله يبارك فيك لاله شكرا. الله يطول عمرك. ربي يخليك خليتي بلاصتك معنا. ربي يخليك لاله شكرا. الله يخليك اخت عفاف. باش نسول عندي واحد التواب هما ديال ساتان وفيهم الورود من التحت بحال لي فلوغ جاو، هما ماد ايطالي وما عرفتش اشنو يمكن يجي فيهم. دابا كيكون لون واحد من الفوق وبحال التحت جايين امخيمي. اييه فوالا. وجايين ورود في الوان مختلفه. ايه. وما عرفتش واش خليك غير العرض ديال هذا الثوب شحال، واش متر ونص ولا متر وعشرين؟ ما متاكداش من العرض ديالو. على حسب العرض ديالو غادي نقدر نعطيك شنو ديري به. واخا. انا غادي نعطيك. لا هو عريض عريض غيكون متر ونص. تقريبا متر ونص؟ الوغ واخا. واش بغيت نسول نوع الفصاله، واش يمكن يجي قفطان ولا يمكن يجي تكشيطه ويجي فوق ثوب اخر؟ اش من نوع ديالو؟ شحال عندك من ثوب هادو؟ شحال من ثوبه سلمى؟
انا عندي جوج ماما جوج يعني كل واحد خدها وناخذينا فيهم. بغينا نشوف الاختيارات اللي يمكن نقدروا نعملوا فيهم. ايه واخا واخا نجاوب على سؤال ديال كسل. ما شكرا لك تواصلتي معنا من اكادير وحنا غادي نرجعوا دائما نوصلوا حلقه اليوم مع خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي اللي حضر معنا ان شاء الله وتجاوب على كل تساؤلاتكم اللي عندها علاقه بالموضه. ارقام التواصل معنا مفتوحه دائما 0522 46 72 50 51 أو 52. غادي نبقاو مع فاصل اعلاني وراجعين مباشره من بعده فخليكم معنا. ورجعنا دائما على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم وحلقه اليوم رفقه خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي. لاله خديجه كنت وقف نفس السؤال ديال سلمى من مدينه اكادير اللي توصلت معنا وقالت يعني عندها زوج ديال الاثواب ديال الساطا فهما هابطين لون واحد حتى لتحت هذا كيلقاوهم موردين. نعم. فيهم تقريبا كلشي الالوان فكتسولك واش يقدروا يجيوها قفطان او يجيوها لبسه او لا وكتسول على الفصاله اللي غادا دير. نعم. فبالنسبه لسلمى هاد الاثواب اللي عندها الا كان الثوب فيه متر ونص وخاصها تعبر لا بوند، الا كانت البوند لا بوند اللي لتحت لي فلوري كديباسا واحد 30 سنتيم فالاقتراح ديالي هو هذا انها غادي ديروا سيركولير ولا ايفازي بزاف من التحت وغادي تجي هذاك الزواقه اللي كاينه في لا بوند من التحت غادي تجيها حتى في الكمام. وإلا كان الثوب ما فيهش متر ونص وكانت لا بوند فيها غير 25 سنتيم فغادي ديروا في جويه بجوج ديك لا بوند غادي ديرها في جويه بجوج وغادي ديروا تخيطوا بواحد دير لا بوند في جويه بجوج وزواقه ضروري خاصها تجينا في الكمام وغادي تخدموا اونيكمون بعين عقده حتى لتحت لان ملي كيكون الزواق في الجناب بجوج ما عندنا ما نديروا فيه من غير عين عقده يا اما بالحرير او لبس قلي. واخا غادي نمشيو ونوصلوا دائما تواصلنا مع المستمعين الكرام وغادي نتواصلوا هذه المره مع حفيظه على الخط معنا من اسفي. اهلا وسهلا بك حفيظه. مرحبا بك ومرحبا بنزير اسفي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفاش لاباس عليك؟ كيفاش الحمد لله خديجه لاباس عليها؟ لاباس فيك شكرا. الله يبارك. ابا اختي بغيت نسول لخديجه بغيت عندنا واحد المناسبه من وراء رمضان. ايوه. وبغيت شي تويض ديال شقفيتين ما بغيتش تقشيطه بغيت شي قفطان بغيت نعرف الثوب والخياطه. نعم واخا اذا هو قفطان للحضور ولا حفيظه؟ قفطان للحضور. واخا البشره ديالك لاله حفيظه بيضاء سمراء؟ لا سمراء اختي سمراء والسن ديالي 50 عام. واخا ان شاء الله العمر كله. شكرا لك لاله حفيظه تواصلتي معنا من اسفي. اذا بغات قفطان للحضور لاله خديجه وبدينا كنشوفوا مؤخرا بزاف ديال الناس خصوصا اللي ما كيتحملوش الحراره. نعم. فكتبان لي هذيك لبسه دو بياس ثقيله بزاف وما كتقدرش عليها فكتفضل كتقول لك انا غير قفطان يكون خفيف ونبقى فيه مرتاحه احسن ليا. فكيف ممكن حسب المناسبه عفاف غادي نمشيو ليها بطبيعه الحال على حسب الناس واش هما عائله ولا برانيين ولا فعلاً. لان صح. الظروف اللي انت غاده ليها هي اللي كتحتم عليك شنو غاده شنو غتلبسي فعلا. فبالنسبه للقفطان الحضور كيف ممكن نديروا قفطان خفيف ويكون نعم. مشيك كيف ما كتقولي ويكون بالنسبه للحفيظه نعم. غادي تاخذ واحد البروكار دو سوا خفيف وغتخيطوا لان البروكار دو سوا كنعرفوا اما كيكون فيه مزوج بسقلي صاري او لا سقلي بيض فانا غادي تكون غتكون يعني اختصرت على راسها الفلوس ديال القفطان التحتاني والجرجير وهذا وامتو غتاخذ واحد القفطان اللي هو مزيان كنقترح عليها البروكار دو سوا او لا البروشي دو سوا الا كانت باغا بياسه وحده وغادي تخيطوا لان البروشي ولا البروكار راه مخيطين راسهم بغات تزيد عليه نبات تجي تصدروا في الظهر مرحبا ما بغاتش فغا تخيطوا غير بصفه رقيقه وعقيده تنزل على حسب الزدمات التقلي اللي عندنا في القفطان. واخا نمشيو هذه المره لمكالمه اخرى وخديجه على الخط معنا. اهلا وسهلا بك خديجه. خديجه مرحبا بك معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله خديجه مرحبا. السلام عليكم لاله خديجه. مرحبا لاله الله يبارك فيك مرحبا. على سلامتك كل تسوي الله يشافيك. الله يسلمك يا لاله شكرا. سي لاله عفاك بغيت نسول لاله خديجه. ايه. عندي واحد ديك الفصيله ديال الجلابه بحال لون خزي. ايه. لون خزي. واخا. وفي عمري 54 عام. ايه. وما عرفتش شنو الخياطه تجي معايا. واخا الثوب ديال اش لاله خديجه؟ ديال مبره. مبره. مبره خفيفه. ايه مبره خفيفه في الخضر مغلوق.
ايه واخا بغيتيها جلابه واخا. لاله خديجه نجاوب على السؤال ديالك. شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. اذا خديجه كتسول على توب ديال مبره خفيفه بغاتها جلابه اللون ديالها خضر مغلوق، فكتسول على الفصاله والخياطه اللي غتماشى ولا غتواتى حتى مع العمر ديالها 54 سنه. لاله خديجه بالنسبه لاله خديجه جلابه ديال الخضره غادي تخيطها يا اما بالسيف الحرير اللون في اللون رقاق، يا اما بالزيري اللون في اللون، ما غادي تخرجش على اللون الخزي لان على حسب السن ديالها وعلى حسب القامه ديالها. وصافي ودير واحد جوج فتحات في الجناب وصافي، ما غتفوتش هذا الشيء كامل في المبره لان المبره كيف ما كنشوفوها الا كانت قسطان يعني كندخلوا كنتمتعوا فيها في الخدمه، ولكن الا كانت جلابه ديال تولي جوغ ديال الخروج فما نفوتوش فيها اما نص الجزائري بعقيدات او لا سيف لا اقل ولا اكثر. نمشيو هذه المره الاس ام اس لخديجه من عند مستمعه كتقول العمر ديالي 30 سنه بغيت نخيط جلابه ديال المليفه اللي هي مطروزه ومنبته، واش دارجع الموضه ولا لا؟ لا خديجه تنصحيني نخيطها ولا ما نخيطهاش؟ انا ما عرفتش الشكل ديال المليفه لان باقي ما تصادفتش معها باش نعرفها، ولكن في جميع الحالات الا كانت بغات ديرها جلابه الحضور فما كاينش مشكل لان داك التنبات ما كتجيناش نخرجوا به تولي جوغ، كيجي شويه شويه خارج على العادي الا خرجنا بها. الا كانت الحضور فكنقترح عليها انها تخيطها ودير لها قميص من التحت وتشيكها باش الا كان شي حضور تقدر تتفادى اللبسه او القطن وتلبس ديك الجلابه. كانت تولي جوغ ما كنصحهاش الا كانت جلابه منبته. نعم نمشيو هذه المره الاس ام اس من عند ناديه من وجده كتسول واش تنبات بالموزونه دارج على الموضه في اللبسه ولا لا؟ تلبس بالموزونه دارج، ولكن في واحد الحاله الا كانت داك الموزونه خصنا ماشي غنشوفوا الموزونه نعشقوها ونبغيو نديروها في القفطان، فخصنا نعرفوا ديك الموزونه واش كتطلق، واش الا حطينا عليها الحديده ما غاديش تحرق لينا، واش يعني هذه المسائل كلها خصنا ندرسوها قبل ما نحطوها في القفطان او لا في اللبسه اللي حنا بغينا نلبسو. نعم معنا كذلك اس ام اس عند ام وسام كتسولك لاله خديجه واش بنيتها عندها 3 سنين تنبات يصلح ليها ولا لا؟ قالت عندي بنيته بغيت ندير ليها لبسه ولكن باقا حيره، بغيتها تكون لابسه على الموضه ولكن خفت دوك الحجيرات، هي خافت انه البنيته تلعب بهم تحيدهم. نعم لا بطبيعه الحال الا كانت شهوتها انا تلبس بنيته 3 سنين البيغلاج فعلاش لا تلبسوا تلبسها البيغلاج، ولكن غير حاجه وحده داك البيغلاج يكون مثبت مزيان في اللبسه اللي غادي تلبس كيف ما قلتي باش ملي تلعب البنيته ولا تبغي تحيد واحد البيغل منها ما يتحيدش ليها. نعم تبارك الله عليك لاله خديجه وشكرا لك بصدر الرحب جاوبتي على كل التساؤلات ديال المستمعين الكرام. شكرا لك لاله خديجه. وسلمي لي على الطاقم كله وسلمي على الجميع وقول للمستمعين انني راني توحشتهم ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله، الله يخلينا على خير الا كنت رانا غدا نجي باذن الله. يا ربي ان شاء الله اكيد تكوني حاضره معنا في الاستوديو. شكرا لك خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي. احنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، ولكن مزيد من الافكار ومن الاقتراحات تسناوها في حلقه ديال غدا، وما تنساوش على انه التواصل معنا كيكون مفتوح يوميا من خلال صفحه برنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذلك من خلال مجلة المرأة المغربية بامتياز موقع لالمناتي بوايما غير بكليك مع حداك تكون غتزيدوا فيه تلقاو كل ما كيفيد لكم. أطيب ورق تحية من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون مجدولين على المال إدريسي اللي رفقتني في الإخراج، وسميحة كم استقبال مكالمتكم. شهية طيبة إلى اللقاء.